عايش الأجواء كفايين بالأجواء ومكفايين بفقراتنا جريدة اليوم. نبدأ بعنوان قراءة الصفحة بشكل سريع لليوم. السفير: هل يقتحم العهد مغارة المناقصات الناقصة؟ إسرائيل تبحث تعديل الردع السلاح الصاروخي لمواجهة حزب الله. حلب تدخل نهايات عملية إجلاء المسلحين. وعناوين أخرى أيضا في النهار ومقالات كثيرة فيكم تتابعوها في صحيفة السفير. النهار ونتابع بالصحف لصحيفة النهار. ننتقل: خطاب القسم العازل الرابط لتناقضات الحكومة. عون يدعو إلى أعطاء الأفضلية لانتظارات المواطنين. والحريري للتنبه الأمني. إيرول في بيروت ويبحث في ترتيبات مؤتمر الدعم للبنان في باريس. كذلك بنروح لصحيفة الأخبار اللي عنوانت الانتخابات على 60 حسموها. نعم. حلب الموت في إجازة. وأيضا صحيفة تانية لليوم يلي هي صحيفة الجمهورية: الحكومة تنطلق، بيان وزاري بالتراضي. والصورة من الصورة التذكارية اللي التقطت امبارح بقصر بعبدة. والإرهاب يغير العالم بالصورة والإشارة لكل اللي عم بيصير بأوروبا تحديدا. نعم. أيضا بنروح لصحيفة المستقبل عنوانت الحكومة تدير محركاتها وطريق الثقة سالكة وآمنة. من الفقرة بيان القسم عناوين مقتضبة وإنجاز سريع. وأيضا نتابع بالعناوين الأنوار بدورها: الحكومة تنطلق باتفاق على بيان وزاري لا يتضمن بنودا خلافية. المعارضة السورية ترفض إعلان موسكو وإجلاء آخر دفعة من المقاتلين من حلب. وعناوين دولية أخرى بعناوين صحيفة الشرق: الجلسة الحكومية الأولى في القصر الجمهوري. عون انتخابات وموازنة وتعيينات ومحاربة الفساد. أيضا: أين الدولة وأين القضاء؟ ماذا تنتظرون لتحاسبوا من يثير النعرات الطائفية؟ إلى متى سيبقى تلفزيون الجديد خارجا عن القانون؟ المعارضة تسيطر تسيطر على طريق حلب الباب. واغتيال ثلاثة في عين الحلوة بينهم مسؤول في فتح الإسلام. إردوغان قاتل السفير الروسي من جماعة المعارض جولين. دغري حملوا إياها. علما أنه انتشرت صورة لأردوغان عم بيصافح اللي عمل الجريمة به وقت سابق، يعني كانت المصافحة لأنه هو أصلا من الشرطة. ونتابع مع آخر صحيفة عناوين البناء: حلب تحتفل بالميلاد من داخل الأحياء الشرقية. واليوم آخر أيام الإخلاء. الحكومة تبدأ بيانها الوزاري بمسودة للمشنوق مجمعة من أربعة مصادر: خطاب القسم ونسبية الحريري ونص بسيل للنازحين ونص مقترح للمقاومة. كتبوا له البيان الوزاري بالبناء. والصورة تذكارية من امبارح أيضا. ننتقل للكاريكاتير بصحيفة الشرق اليوم: الميقاتي يعتبر أن طرابلس غير ممثلة في الحكومة. برد على الأستاذ كبارة: أنا من طرابلس، أنت من وين؟ اليوم أول مرة بنحط كاريكاتير الشرق. نعم، فتحت اليوم الجمهورية. أنطوان غانم: شو هالصورة الثلاثينية الأبعاد من واحد 3D 30D 30D صورة تذكارية طبعا لحكومة العهد الأولى. وإذا هيدا آخر كاريكاتير لليوم معنا لليوم. رحنا سريعا للعناوين إذا ملاحظين بهالفترة ما عم يكون معنا ضيف وتحليل. بالنهاية الأمور صارت على الطريق المستقيم أكيد بسبب ضغط الإعلانات وبسبب ضغط الاتصالات والمشاكل والمعايدات بهالفترة والميلاديات. فيكم تتصلوا فينا وتتواصلوا معنا هلأ على هالأرقام إذا حدا عنده أي شيء أو بحب عايد حدا في عنا معنا اتصال. صباح الخير. ألو. بونجور. الحمد لله. بتوطي شوي صوت التلفزيون عندك إذا بتريد. تسمعنا على التليفون؟ عم تسمعنا؟ عم بسمعكم. تفضل، مين عم يحكي؟ من وين؟ بدك تعلي صوتك شوي، توطي صوت التلفزيون تيكون شوي التواصل معنا أوضح لأنه ما كتير عم نسمع. لا وطيت. أوكي، من أي منطقة عم تحكينا؟ من سن الفيل. أهلا وسهلا، تفضل. بس معايدة
ينعاد عليك بس هي كلك زوم. حابب تعيد حدا خارج لبنان؟ صوته كتير شكل الاتصال مش كتير واضح. هلا رح نروح لاخر جولة قبل اخر جولة تما نكون عم نسبق لانه المغارات كتير عم بتكون. مغارات الميلادية ونتابع. اذا معنا هلا مغارة جوني طنوس من عين عكرين بالكورة. حلوة كتير كتير حلوة. حبي يودي لنا فيديو. قلت له لا رح نلتزم بالصور. حكيك مباشرة يعني صحيح. إذا بدكم واسطة أسرع نتالي. لا لا. ريتا نصر الدين عقبال كل سنة. تمام نعد عليك يا ريتا. رح نتابع نشوف الصور عكبير وتقروا أساميكم. ريتا وكريستا مارون ناخد اتصال. ألو اتصال جديد. ألو ألو بونجور. وي بونجور. بونجور مين معنا؟ معك إليزابيث من سن الفيل. أهلا وسهلا بإليزابيث. حابة بس هيك أعمل مذيعة. حابة أول شيء عايد كل الأكيد تبع الأو تي في. نحن منعايدك بدورنا. ميرسي. وبالأخص عبدو ونتالي وغيبتا كمان مسلم مش موجودة معهم. بكرا إن الله راد ريتا معنا. بكرا رح نجتمع ثلاثتنا. بعد بكرة ثلاثتنا. السبت سوري أنا فكرة بكرة السبت. مرسي كتير مدام على المعايدة ونحن كمان منعايدك ومن قلك ولد المسيح. هللويا. في بس أمام تان كمان استفيد بشغلة. تفضلي. بس إذا بحب من زين قصة امبارح في مدام عملت مداخلة من زين الشرطة على الطريق. نعم. أي. بس فينا نطلب إنه هالشرطة وتكون في يلتزموا بالإشارات السير على الطريق. نعم. إنه يبقى الشرطي واقف مثلا هون على الحايك أو حيلا مطرح يبقى ممنوع يعملوا يوتن بيبغوا قدامه الشخص بيخلي صح ممنوع مزبوط. يروح على الشمال بيروح على الشمال ما حدا بالعملية يعني مشيني ايه. مرق لي اياها ويعملوا ضبوطة كمان الأشخاص بيبقوا مرقين تحت الجسر المشاد. نعم. كمان يعني عمل فيهم ضبط أكيد أنه جسر المشاد تيحموا حالهم وبيقطعوا من تحتهم عم بيعرضوا خطر لغيرهم. معك حق مدام. في كمان شغلة بعد في مجال تفضلي. مثل هيك مرة عم بيطالبوا بتظبيط القوانين. في عنا قانون انه اذا شخص موقف سيارته وبيوقع عليها حدا حابب ينتحر بيطلع حق على وشغله شيء بيطلع حق على الشخص الواقف موقف سيارته. مزبوط. مع انه هو مش موجود بيكون فيها. هذا القانون. ما هيدا انه هي كمان يخبط عين الاعتبار في هيك كثير اشياء. معك حق مدام. يرجعوا يشتغلوا عليها. معك حق مدام. شكرا لك وعلى توضيحاتك واقتراحاتك وينعاد عليك من جديد. منتابع مع الصور. يلا سهيل خليل بيب عبدات وشفنا مجموعه من المغارات قطعت اكيد وبينوا واضحين لو ما كنا عم نرى الاسامي ولكن كان واضح. سانتا تريز بالمنصوريه كمان شفناها. طارق عبود بيقربك حضره المخرج عمل له واسطه. لا تايم ابراهيم بيب كفيه لكل اللي عم يرجعوا بيسألوا أو بيبعتوا ليه بعد ما قطعوا المغارات. تريز ويعقوب مخلوف كل المغارات عم تقطع تباعا حسب ما واصلة. تريز كرم بالأشرفية عقبال كل سنة. ونتابع أيضا نوصل لمغارة وشجرة تريزيا وأندرو أبو نادر. حلو طوني أبو حبيب عقبال كل سنة. طونيا الخوري. رح نحاول نرجع نقول قطع كل المغارات قبل 24 إلا إذا اضطرينا والوقت ما ساعدنا. فيرا سعادة مغارة خارج المنزل إلا إذا اضطرينا رح نتابع فيهم تنين المقبل إذا الله رضى. أصلا تنين بيكون كمان تهنئة العذراء بعدنا بأجواء. دكتور ليلى حداد من ميشيغان كمان اتصال. صباح الخير. ألو. نعم بونجور. بونجور يعطيكم العافية. أنا قلت كمان يعطيك العافية بدي حيي أستاذ حسون قل له صباح الخير على كلامه الحلو. تفضلي مدام. معك بهية ديب وادي الليمون جنوب. أهلا وسهلا فيك. أنا بس حب عيدكم. نحن منعيدك كمان. وحب كتير أقدم لك شكر وتقدير لإنجازاتك على التلفزيون. الله يخليك تسلمي. يعطيك ألف عافية وللمدام كمان بعيدة وبقول لها كمان بعيدك. ميرسي. وإن شاء الله يكون عيد خير على الجميع يا رب. يا رب. بتحب تعيد حدا معين خارج لبنان؟ بعيد كل اللي بيعرفوني وبعيد بأمريكا قرايبي وبكندا بألمانيا. بعيد الكل وإن شاء الله يكون سنة خير على كل العالم. كيف موسم الليمون طمنينة؟ هلأ خلص الليمون. صار على آخر. صار على آخر. قبل. نعم.
بس الحمد لله كان منيح الطقس كتير حلو، ليمون زيتون اكدني اللي بدك اياه. الحمد لله الحمد لله. خير سنة وين ما كان ان شاء الله، خير على كل العالم يا رب، وتكون ل 2017 كمان وان شاء الله يا رب. شكرا لك مدام ديبي، ينعاد عليك وعلى كل اهالي وادي الليمون، ميرسي كتير. اصلا بعتقد ما في بيت الا ما بوجه معايدات للخارج، لانه كلنا عنا يا قرايب يا اصحاب خارج لبنان وبكل الدول ان كانت عربيه ام اجنبيه، فاكيد نحن بنضم صوتنا لصوت كل المتصلين ومنعيد امريكا، استراليا، فرنسا، دول كندا، الخليج، كندا، اوروبا، كل اللي بنعرفه بدون ما نقف حدا، بنقلكم ينعاد عليكم عبر كل سنه. وخليكم معنا بعد في اتصال. يلا الو الو صباح الخير. الو يسعد صباح استاذ عبدو. نعم تفضل استاذ عبدو شخصيا تفضل. يعطيك الالف عيد وبعيدكم يسعد صباحكم هالحلو. في عندي شكوى صغيره، عم تاخد معنا الرحله من السعوديه على بيروت ساعتين. نعم عم تاخد معنا ساعتين تنلاقي تحت عربيه تنضهر الشنط لبرا. مزبوط عجقه المطار تنضهر الشنط لبرا، يعني العربيه اللي في عندها شغله صغيره تظهر لبرا بتلاقي الشنط كان ليتها العربيات عفوا مرصوده برا، يحطوا عامله يعني ما حدا عم يجي يدخلهم. صح مزبوط، هيدي مشكلة من فترة موجودة. نحن منعيدك كمان يا أستاذ، منقول لك أهلا وسهلا فيك بلبنان. يعني إدارة المطار هذه الشكوى بعهدتك حتى تقومي بإجراء اللازم. مزبوط ما في كراجات للشنط، وإذا في عم بيضلوا برا برا ما حدا عم بيرجع بيردهم لجوا، ولما بتطالب لك طول بالك مسيو رايحين نجيب كم وحدة من برا وما بيرجعوا. شكرا لك وعلى هالتوضيح، وينعاد عليك وعلى كل اللبنانيين بدول الخليج. رح نروح لآخر فاصل معنا لكن نرجع خليكم من ترغي اللي احنا وياكم كفايين.